سلامة قلبي، شوفي قسما بالله شتي حد ديتوكس ولا غادي ينفعك الا بغيتي تضعافي بغيتي الكرش تمشي ليك، بغيتي الدهون يذوبوا ليك، هذا هو الديتوكس ديالك. وفي نفس الوقت يبقاوك المناطق الانثويه كما كاع النساء. الديتوكس اللي ما كنسمحش فيه ملي كنبغي نضعف، انا كنضعف بالمزاج ديالي وكنرقق بالمزاج ديالي صراحة تقال. والناس اللي كيعرفوني شخصيا كيعرفوني اني كنضعف في واحد الوقت وكنسمن في واحد الوقت، لان عندي الديتوكس. قسما بالله الا جربتي هاد الديتوكس غادي يبقى عندك مدمن، يعني ما غاتبقى عندك مشكل تاع الكرش، ما بقاش عندك مشكل تاع الجناب، ما بقاش عندك الدبل مونطو. وفي نفس الوقت كتحافظي على المناطق الانثويه. انايا كما قلت لكم الناس اللي كيعرفوني قسما بالله الا كيعرفوني كنضعف في واحد الوقت وكنسمن في واحد الوقت. ملي كنكون باغي نضعف كنضعف، ملي كنكون باغي نسمن كنسمن. وشتو هاد الديتوكس قسما بالله هو اللي غادي ينفعكم. دوزو غادي نعطيكم الطريقه. غادي تجيبي اختي قرعه، غادي تجيبي بحال هادي، مهم اللي عندك ديباني. غادي تجيبي يا ما معديني يا ما تكوني دايره في، غادي تعمري واحد القرعه ياكي، غادي تحكي الزنجبيل، الزنجبيل يكون طري، غادي تشدي القرنفل تغسليه ياكي، وغادي تشدي معلقه ونص كبيره تاع القرفه، خصوصا الا كانت القرفه مذكوكه على يدك الحبيبه ديالي ياك. غادي تشدي ثلاثه حتى ربعه الليمات تعصريهم وتدي الماء ديالك كامل هذاك الشيء اللي قلت لك غادي ديريه هنايا. في التالي غادي تقلعي الليمه، تقلعي لها القشره الخضراء اللي الفوق، وغادي تقسميها على ربعه ولا سته اللي بغيتي انت والحداقه ديالك، وغادي تضيفيهم هنا. غادي تخليها قلبي حتى يطلق واحد الساعه ولا ساعه ونص، ما تعدلوش بالليل، ما تعدلوش بالليل مع الصباح. غادي من تنوضوا غادي تصايبوه، غادي تشربوا الماء العادي ديالكم حتى تفوت واحد الساعه ولا ساعه ونص، وغادي تشربي كاس ديال ديتوكس، كاس ديال ديتوكس، وتقعدي منه تقريبا واحد نص ساعه وعاد تاكلي. وما تاكليش حبيبتي وتغلقي الخبز، لا 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 لا، غادي تاكلي شي حاجه اللي كتستافد منها الجسم ديالك بلا ما تخرج لك الكرش وتولي بحال حامله وتجي تقولي لي قلت لك. انا ما قلت لكش، لان هاد الديتوكس تاخذوا اللي بغات تضعف واللي بغات تسمع. ايوا دوزي.